معايا مين يا استاذ محمد؟ استاذ رزق من هنا، اتفضل. يا استاذ سامح، يا اهلا بحضرتك يا حاج رزق. انا كلمتك بخصوص النهارده، بخصوص الجمعيه بتاعت المجالع. بخصوص ايه؟ الجمعيه بتاعت المجالع، مركز دجي حماده. جمعيه المجالع، مركز دجي حماده في نجع حمادي. المشكله كانت ايه؟ المشكله يا فندم ضغط فلوس وبيجيب لي حضورات عن طريق النقطه. فلوس ايه؟ بيقول لي صرف وخدمات، صرف نقديه وزراعيه. بالراحه يا حاج رزق، بعد اذنك. انت مشكلتك مع مين؟ مع البنك؟ لا يا فندم، مشكلتي انا مع الجمعيه الزراعيه. مالها بقى الجمعيه الزراعيه؟ بتبعت لي فلوس ان انا ادفع لها فلوس. بتاعت ايه؟ الخدمات؟ خدمات، وانا مش باخد منهم كماوي، ماخد كماوي من البنك بتاع البلد. بتاخد من البنك وما بتاخدش من الجمعيه؟ لا، ما انا محيز يا فندم. انت محيز؟ تبع جمعيه الاهالي. هو انت محيز؟ معاك حيازه؟ يا فندم. طب ما هو انت عشان انت الجمعيه دي، الجمعيه انت اكيد عارف الكلام ده اكتر مني، في اراضي زراعيه في زمامها الحاج رزق والحاج حسين والحاج محمود، هو بيوفر لك اسمده، في نفس الوقت انت عندك راي مروه خصوصي او صرف خصوصي، هم مسؤولين عن تطهيره، فالجمعيه دي بتاخد خدمات، بتاخد رسوم خدمات مش عن الاسمده فقط. يا فندم انا مش ماخد منهم اي خدمات. انت مش ارضك في زمام الجمعيه؟ يا فندم انا ارضي تبع محيز تبع البنك، تبع بنك التنميه الزراعيه. الحيازه بتاعتك طالعه لك منين؟ من البنك. امال الجمعيه ايه علاقتك بيها؟ ايه العلاقه التعامل اللي ما بينكم؟ يا فندم ما فيش اي تعامل خالص، بس بيبعتوا لي فلوس يقول لك سلف وخدمات مش عارف ليه. طيب رفعت يا فندم، رفعت قضيه قبل كده. وطلبوهم في الـ في الـ في القضيه ما رجوش. وبرأت لي المحكمه، برأت لي. انت اللي رفعت قضيه؟ ثواني بس، انت اللي رفعت قضيه والمحكمه برأتك؟ يا فندم. ما هم ما جوش فبرأتك من ايه؟ ما هو كده ما فيش قضيه اساسا. نعم؟ هو كده ما فيش قضيه، انت بتقول لي انت رفعت قضيه، رفعت القضيه دي قلت فيها ايه؟ يعني ايه الدعوه؟ الدعوه يا فندم ان هم بياخدوا فلوس مني مش عارف ليه، بيقول لك انت ما دفعتش. انت دفعت اي حاجه؟ دفعت اي مبالغ؟ دفعت قبل كده يا فندم. من كام سنه؟ من 2016 اخر ما دفعت، 2016. وبعد كده بيبعتوا لك انذارات؟ بعد كده بيبعتوا لي انذارات لما امتنعت عن الدفع. طيب اديني بقى فرصه ارجع لوكيل الوزاره اساله، لان انت الموضوع بتاعك ده متشابك، واحنا طبعا في الزراعي مباشر احنا بناخد المشكله نطرحها للمسؤول علشان يجيب عنها ويحلها. فاديني فرصة دلوقتي هنكلمه. انت تبع جمعية اسمها، انت في نجع حمادي اول حاجة. الجمعية اسمها ايه علشان صوتك مش واضح؟ لسه معانا الحاج رزق؟ المجال يا فندم. يا احمد يا سمير، سامع الاسم بتاع الجمعية؟ طيب نكلم له وكيل الوزارة ونعرض عليه المشكلة دي وترد عليا علشان نرد على الحاج رزق. بشكرك يا حاج رزق. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعض الزراعية مباشر.